اهلا بيكم في قناتي توتي فودي. النهارده هقدم معاكم طريقه بقسماط رهيبه ممتازه بصراحه، انا جربتها والنتيجه طلعت خرافه جميله جدا جدا. اتمنى تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوها. هعمل معاكم النهارده بقسماط البطاطا، نتيجه فوق الخيال صدقوني، نتيجه حلوه جدا واقتصادي، من غير بيض ومن غير لبن من غير سكر ومن غير زيت، يعني حاجه ممتازه. اتمنى تشوفوها وتقولوا لي رايكم ايه عليها، بس انا شايفه انها ممتازه. المكونات بتاعتنا عباره عن نص كيلو بطاطا، كوبايه دقيق، كوبايه الا ربع رده بتاعه العيش البلدي العاديه، معلقه زيت او سمنه او زبده اي ماده دهنيه عندك. انا هنا ضفت معلقه سمنه علشان تخلي الطعم اقوى شويه، لكن ممكن ما نضيفش اي دهون خالص والوصفه تبقى حلوه جدا، مش محتاجه اي دهون. نص كوباية سمسم محمص، نص كوباية سمسم محمص او كوباية الا ربع سمسم محمص على حسب ما انتوا بتحب السمسم او لأ، معلقة سكر واحدة عشان تظبط الطعم، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة. اول حاجة هنعملها هنغسل البطاطا كويس جدا ونقشرها زي ما انتم شايفين. بصراحة انا منبهرة من النتيجة، النتيجة رائعة، اجمل من اجمل بقسماط واجمل من بقسماط الدقيق العادي اللي بنجيبه، اكيد ارخص منه لان البطاطا اعتقد ان سعرها ارخص من كيلو الدقيق، يعني كيلو البطاطا ارخص من كيلو الدقيق. فهنقطع البطاطا زي ما انتم شايفين وهسلقها في نص كوباية مية. طبعا انا حطيت نص كوباية مية بس ما كانش يفضل اسلقها في مية خالص، كان المفروض اسلقها على البخار لانها احتاجت مني دقيق اكتر بعد كده بسبب المية اللي انا سلقتها فيها، فلو انتوا قادرين تسلقوها على البخار هيبقى حلو قوي. طبعا سلقتها في نص كوباية مية، صغيرين جدا حبة قليلين جدا، وبعد كده سبتهم عليها لغاية ما نشفت المية خالص، فلو مية كتير وهرميها طبعا هتفقد البطاطا القيمة الغذائية بتاعتها، لكن انا سلقتها في نص كوباية وسبتها فيها لحد ما نشفت ميتها خالص، فكده محتفظة بالقيمة الغذائية بتاعتها زي ما انتم شايفين ميتها نشفت خالص، البطاطا اتهرت يعتبر، انا عايزاها توصل للدرجة دي. بعد كده هفضيها في طبق زي ما انتم شايفين اللي هشتغل فيه، وههرسها بالمعلقة بشوكة بالطريقة اللي تناسبك بالخلاط، بس لو بالخلاط هتتهدر منك وتتبهدل في الخلاط فيفضل تهرسيها بالطريقة دي. هي ما بتبانش في العجينة خالص ان هي مش مهروسة ولا حاجة. هنا هضيف معلقة السمنة او الزبدة لو انت حابة تخلي الطعم غني شوية، لو مش حابة خلاص ما بتضيفيش اي حاجة، لو حابة تخلي الطعم غني شوية تضيفي معلقة لبن بودرة، بتضيفي بيضة، كل الحاجات دي لو امكانياتك تسمح، بس انا عملتلك الحاجة الاقتصادية قوي. ضفت معلقة السكر، ضفت السمسم المتحمص، لازم يكون متحمص جوه الوصفة، ضفت الردة كوباية الا ربع، كوباية الدقيق، ومعلقة البيكنج باودر، هقلبهم كويس جدا. لو عايزة تعززي الطعم قوي امكانياتك تسمح ممكن تضيفي بيضة، تضيفي بيضتين، تضيفي نص كوباية لبن، تضيفي معلقتين لبن بودرة، يفضل بلاش لبن سايل علشان ما تبقاش العجينة بتاخد دقيق كتير. زي ما انتم شايفين كده العجينة كانت طرية شوية بسبب المية اللي كانت تتسلق فيها، فاضطريت احط معلقتين دقيق تاني علشان اجمد العجينة وخليها ماسكة شوية. بعد كده هجيب العجينة افردها في كيس، اي كيس عندك، اي جلاد راب، اي كيس مشمع عندك تفرديها فيه علشان عايزين ندخلها التلاجة تمسك نفسها شوية عشان نعرف نقطعها كويس. الوصفة ديت انا عملتها معاكم بالطريقة ديت بس بصراحة ممتازة، جربتها تاني بجوز الهند بقى وحاجات تانية اضافات رهيبة ممتازة الصراحة، ما جربتهاش ببيض ولا بلبن ولا زودت سكر ولا سمنة ولا زبدة ولا لبن بودرة، بأمانة صدقوني انا عملتها كده، اللي زودته بس هو مكسرات او جوز الهند، طلعة ممتازة برضو. فلو انتوا حابين تعملوها كده، حابين تعززوا الطعم عشان اولادكم وتحط لهم لبن بودرة او بيض، كل واحد حسب امكانياته. هنا فردنا العجينة على سمك نص سنتي وندخلها التلاجة لمدة نص ساعة تتماسك شوية. هنا جبت معلقة بودرة النسكافيه او القهوة او بن اللي متوفر عندك، على معلقتين مية او معلقتين لبن اللي موجود عندك، يعني لو ده او ده مفيش مشكلة. انا بحبش ادهن المعجنات بيض لان بحس ان بيبقى ليها ريحة مش ظريفة، انا بحب ادهنها بالقهوة او بالنسكافيه، وعليهم سنة سكر علشان السمسم يلزق على العجينة. هنا بعد ما قلبت اللبن المية السكر
سنة سكر بسيطة زي ما شفتوا، معلقتين لبن، قلبتهم كويس جدا على العجينة، حطيتهم وحطيت السمسم كده هيلزق على العجينة مش هيقع من عليها، والسمسم اللي حطيناه على الوش ابيض مش متحمص علشان ما يتحرقش لما يخش الفرن. احنا هنسوي البقسماط دوت على فرن درجة حرارة 190 متسخن قبليها بربع ساعة لمدة 10 دقايق، مش هيطول في الفرن، بس كل واحد يشوف الفرن بتاعه ويراقبه من فوق ومن تحت، اهم حاجة تتأكدي علشان ما يتحرقش منك، مش هياخد وقت خالص البقسماط ده في الفرن. هنقطع صوابع زي ما انتم شايفين كده رفيعة، البقسماط ده مش هينفش قوي في الفرن لان البطاطا مش حاجة طرية، البطاطا حاجة تقيلة فمش هينفش قوي، واحنا مش حاطين مواد رافعة، مش حاطين لبن، مش حاطين بيض، هي فقط الحاجة الوحيدة اللي حاطينها هي البيكنج باودر، فهينفش وهيبقى حلو وهش، بس مش زي البقسماط العادي اللي معمول بالدقيق بس. بس انا شايفة ان ده اكتر صحي، انت لما تدوقيه بالطريقه وبالمكونات ديت هتحسي انك بتاكلي مكسرات، بس طعم البطاطا مش باين فيه، صدقوني بامانه وصفه رهيبه رائعه جدا، اتمنى كلكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، او بالشكل كده تقولوا لي رايكم فيها ايه. ده هنا بعد ما دخل الفرن على درجه حراره 190 قعد لمده 10 دقائق، سخنا الفرن قبليها لمده ربع ساعه، وبعد ما طلع هنا برص قدامكم. طبعا انا قبل ما اخلص كان في فاضل عجينه، قلت اجربه لو عملت زي كايزر صغير او قرص، يعني انا دي كانت اول مرة اعملها، بس عملتهم، دهنت الوش برضو، حطيت لهم سمسم ودخلوا الفرن، قعدوا حوالي تلت ساعة، طلعوا بصراحة صدقوني طعمهم ممتاز، مالهمش حل، رهيبة رهيبة رهيبة، ممكن تجربوا في كميات قليلة. هنا قدمت البقسماط مع مش عملته قبل كده معاكم في القناة، والجبنة دي الكور دي انا عملتها معاكم قبل كده في القناة، لو عايزين تشوفوا الطريقة هسيب لكم الفيديو بتاعها في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. مش حلو جدا، ممكن تعمليه بالمرطة بتاعت الزبدة او بالفول السوداني لو ما عندكيش، تطحني فول سوداني او بزبدة فول سوداني، او تطحني فول سوداني لو ما عندكيش زبدة فول سوداني، النتيجة حلوة جدا وطعمه حلو جدا. العيش دوت او القرص دي طعمها رهيب صدقوني. فيديو النهاردة خلص، مقتنع بيه جدا جدا واتمنى تجربوه، اتمنى لو وصف النهاردة عجبتكم تجربوها، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، تبعتوا الفيديو لأهلكم واصحابكم، بحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد، ربنا معاكم، سلام.